زين منو؟ انا ابو علي. ابو علي ها قوه. هلا جاهزه؟ اي جاهزه. يلا يلا بس ابيك توصلني عند الصايغ عشان بشتري هديه حق هيا. اي بنروح لها كذي ان شاء الله. زين يلا بسرعه. اقول نيرة سم يعني في 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 الواقع يعني انا في الحقيقه ايش عندك عاد تكلم في الواقع ايش فيك يعني اقول يعني ودي تسلفيني كذا مبالغ بسيط عشان بس علي ديون والله يجيرك مزنوق اي والله مزنوق بس وعد وعد اردهم لك فورا بدينا يا حسين بدينا يا ربي يا ربي يا ربي اعوذ بالله ليش سوء الظن هذا يا بنت الحلال خلاص انا حلفت لك اردهم يعني اردهم ها وكم تبي يا اخي العزيز بس مبلغ كذا بسيط يعني 20,000 30,000 بس يعني بسيط بس 20,000 30,000 والله هذول ايش تبي تسوي فيهم ايش تسوي فيهم ما تدري الحين يا منيرة أبو علي صار مو موظف عادي مو بسواق صرت الحين أنا وين مدير ولازم المدير هذا لازم له شغلات لازم أغير الثياب وأغير الشمغ وأحط عقال وأحط نظارات هذا النظارات قاهرني هذا أبو ربا ثلاث نظارات عنده لازم وبعدين لا تنسين يا منيرة الحين المظاهر هي أهم أسباب الرجاحة الاجتماعية لا رجاحة اجتماعية؟ نعم الله أكبر ايش هالفلسفة اللي طب عليك مرة واحدة كمل كمل قول ما أدري أنا أسمعتهم يتكلمون بهالكلام الكبير وأقول عاد ما أدري إيه وعلى شوية ديون منا ومنا ومنا حثربات وبهينسات يعني إن شاء الله تكون كل الأمور سليمة وأرد لك إيه والله اللي أقول لي يا حسين نعم التوكيل اللي عطتك إياه علشان بيتنا الطين بعت البيت و لهفت فلوسه منيرة منيرة أنا لو إني بعت البيت كانت سلفت منك يعني كانت سلفت لا كم مسيوم يا بعد عمري منيرة أنت لا تشيلين هم أبدا أبدا لا تشيلين هم اعتبري الموضوع منتهي وفي يد أمينة يد طير شلوى أبو علي أيهمك والفلوس اللي أخذتها من بمسامح يوم زوجتني عليه وين راحت ما قلت لك انا؟ لا والله ما قلت لك تصدق؟ لا يا شيخه اي والله صدق شريت ارض لا اي والله صدق اي والله والله اي انا بشوف اخراتها معاك هذه وين؟ ايه يا ابو علي ايه ادفن ادفن الفقر يا ابو علي كذا كذا ولا بلاش مره من عمك ومره من نسيبك ومره من عموله رايحه وعموله جايه ومره من اخيتك طبعا يا ابو علي لازم تصير مثل المنشار طالع واكل نازل واكل اتركي عن الصياح والنرفز يا نوره بعدين لا تنسين يا اخيتي ان اخوك يعني صالح في راسه مشروع ولازم ينفذه والان لقى الطريقه اللي ينفذ من خلال المشروع يعني يدمر حياته علشان مشروع بعد على الورق مجرد فكره ما شافت النور يا عالم احد يرهن حياته ومستقبله ونفسه بفكره مشروع انا ماني قادره افهم هذا شيء ما يدخل العقل بعدين يمكن المشروع يفشل يا حمد وهي بالناس يساهمون في مجمعه بدون مضمنن ولا مساهمه انا هذا شيء ما يدخل العقل يا سلام اذا ما دخل عقلك انت فهو داخل عقله هو وهو ما يهمه يدخل عقلك ولا ما يدخل عقلك على كل حال يا نوره ابغاك اليوم ان شاء الله اذا طلعنا من هنا تشوفين العروس حق اخو صالح اللي منشن عليها وحاطين عينه عليها يمكن تعجبك اغير رايي ليش انا ما اعرفها اعرفها من يوم كنت صغيره بس يعني ابغاك تشوفين شوفت عروس مي مثل العاده واكيد ان شاء الله تبي تغيري رايك وهو طلب مني اني ازورها بالمستشفى إذا خلاص ما في مشكلة هذا معناته إنه يعني واثق إنها تبي تعجبك إن شاء الله يعني أنت
وموافق ضمن على المشروع. والله الحقيقة أنا ما أعلنت موافقتي الآن، بس يعني أرفض ليش؟ ما في سبب يخليني أرفض، ليش ما أوافق؟ لأنها راح تعيش معانا بهالبيت. يا بنت الحلال تعوذي من الشيطان، قلت لي السبب، وإذا عرفنا السبب بطل العجب يا نورة. إشلون يعني؟ قلتي لي شلون يعني؟ صدقيني يا نورة، صالح أخوس ما فكر بموضوع القناعة اللي تتكلمين عنها أبداً، هو ما همه إلا شيء اللي في راسه وبس. علشان ما يطيح المحذور، وبعدين يا حمد لازم نمنع هالزواج هذا بأي طريقة. يا ستي قولي لا إله إلا الله واستريحي وهدي أعصابك، الموضوع الآن مجرد فكرة، وبعدين ما تدري يمكن صالح يبطل، يعني إلى الآن الراجل يفكر بس. إيشلون؟ وهو بيخطب الليلة أو بكرة حسب ما قال، وبيتزوج بعد أسبوع، أنت وين؟ يعني معناته كذا أنه درس الموضوع من كل أبعاده، ووصل إلى نقطة اللا عودة. واللي يرحم والديك بلا فلسفة، الحين وقت غشمرة؟ وشلون غشمرة يا نورة؟ الحين عشان قلت لس وصل إلى نقطة اللا عودة، يعني نسف كل الجسور اللي وراه، ومشى يصير غشمرة وفلسفة. هي أكبر منه، بعدين هي بحلوة أنا أعرفها. يا سلام، الله أكبر، يعني الواحد إذا ما صارت ملكة جمال لازم ما تتزوج، شكل عندها أهلها. والله إحنا بعض المرات الواحد له منطق غريب يا نورة. يعني أنت الحين ترضى إنك تتزوج واحدة كبيرة في السن ومعقدة ومو حلوة؟ بصراحة سؤالك هذا ما له جواب. لا تتهرب، قول لي ليش. أنا ما أتهرب ولا شيء، بس أنت كأنك بتسأليني البحر فيه كم جالون موية يا حمد. عجيب. شوفي لا عجيب ولا شيء، عشان ما انت طاق خلنا وصلت الجامعه وبس. يلا مشينا، يلا خذي عبات، اجيب سحبايه. تفضلي يلا خذي كتبك وعبايتك وفمان الله. يلا يلا تفضل. وحنا كثرت عندنا الكروكات محطوطه المغاير بهالادراج، والمهندس ما جاء. ورا المهندس ما جاء معك يا حسين؟ يا طويل العمر، زوجته تولد في المستشفى وراح يشوفها يقضي لها بعض المسائل. تولد؟ يا رب يا رب تعطيني ما عطى. لكن هو سوى تقرير المشروع اللي مارس علينا؟ اي طويل العمر، سوى تقرير كاملا بس انا لخصته، تحب اقرأ لك؟ اقرأ يا ولد اقرأ. بسم الله. يا الله اسمع يا طول عمر. يقول يقول لك بعد الرجوع إلى ملفات المناقصة تبين لنا ما يلي. أولا، لم أجد أي إهمال من أي طرف من الأطراف. ثانيا، دراسة المشروع لم تكن وافية، والسبب أن المهندس الذي درس المشروع قام بعمله دون الرجوع إلى المقاول الرئيسي الميداني، كويس؟ والذي هو على احتكاك مباشر مع الأسعار غير الثابتة بسبب العرض والطلب. بسبب العرض والطلب، يعني العرض والطلب. أي العرض والطلب. ثالثا، جاءت الأسعار المعروضة من قبل الشركة أعلي من أسعار الترسيه بحدود 750 ألف ريال. ألف ريال، 750 ألف ريال. ألف ريال إن شاء الله. من أصل 10,500,000 للمشروع نفسه. رابعا، إن سعادة مدير الشؤون الفنية في الشركة رفع خطابا بهذا الشأن، لكن لم يتلق عليه رد قبل تقديم العطاء بسبب غياب سعادتكم عن الشركة لمدة أسبوع. هذا هو ما جاء أهم في التقرير يا طويل العمر، كل شيء موجود. زين، اعتبارا من اليوم يا حسين أبي تقرير منفصل عن كل مشروع تدخل فيه الشركة، سواء رسى علينا هالمشروع أو ما رسى، علشان نتلافى النواقص والأخطاء إن كانت موجودة. سبق أمرك، أبشر ولا يهمك. سجل عندك يا وليدي. سجل عندك. بسم الله. الاتصال بشركة الشحن عبر متوسط وشركة التعمين علشان شحن الدفعة الأخيرة من مواد البناء لحساب شركتنا. وعلم الإدارة أنت بنفسك علشان يراقبون هالأمور هذه يا حسين، حسب المتبع. إن شاء الله. شيء ثاني طال عمرك؟ شيء ثاني؟ أبيك تهتم أنت شخصيا بتعمين الشحنات من الميناء للمستودع. من المستودع. شن طال عمرك؟ متابعة نشرة المناقصات والاهتمام فيها يوميا،
وتقديم عروض لكل المشاريع اللي هي من اختصاصنا. من اختصاصنا في والاهتمام بمؤسسات التنفيذ اللي تتعاون معنا. هذه وانا ابوك لازم تغرونها بالقروش، اغروها بالقروش، زدوها عن سعر السوق. عن سعر السوق. طبعا هذا عارفينه يا طويل العمر، وامر ضروري جدا واحنا باخصينه طبعا. زين، باعتبارك مسؤول عن مكتب المتابعه والاتصال، ابيك وانا ابوك تلاحق دفاتر الشروط والانتهاء من دراستها يوميا، يعني خلال يومين تكون مقدمها لي ومجهزها على اقصى حد، وما ابغى منك اهمال ابد ابد. ابشر طال عمرك ولا يهمك، انا شخصيا راح الف على الوزارات يوميا بدون تقصير شخصيا. طيب يا وليدي ابيك تروح الحين تجيب اختك من المستشفى. أيه. وبطريقك قلت السكرتير يدخل عليه الخواجه اللي عنده والمترجم. سم طال عمرك. اقول يا عم ابو مسامح، ممكن اطلب منك طليب صغير كذا؟ خير، وش هالطليب يا حسين؟ يا طويل العمر حقيقه انا يعني وجودي معكم في البيت فيه يعني نوع من الانحراج وشوي يعني. عفا عليك، عفا عليك يا رجال. البيت بيتك يا حسين. الله يطول عمرك يا عم ابو مسامح، بس تخبر من زمان من زمان ما حد له كلام علي، لاني عندكم سواق والناس ما لها اي مجال تفتح ثمها، لان شرطي معاك تامين السكن. اوضح اوضح، وش تبي تقول يا طويل العمر؟ حقيقة أنا الآن في مركز يعني وظيفي واجتماعي يعني يأهلني أني أكون رب أسرة يا طويل العمر. بس بس بس، لا تقول شيء، لا تكلم، كمل كلامك، حسبي الله على شيطانك يا حسين. عرفت وش تبي تقول؟ آه يا الخبيث، أنت حاطط عينك على حد؟ يعني والله يا طويل العمر. ومن هي بنته؟ من هي بنته بنت الحلال؟ عساها ان شاء الله تليق بمقام نسيب ابو مسامح. والله يا طويل العمر هذا السؤال اجابته عندك انت يا عم ابو مسامح. اجابته عندي انا؟ اي. وش قصدك؟ تبيني انا اخطب لك بنفسي؟ لا يا طويل العمر لا، ابغاك توافق على طلبي يا طويل العمر. وش اوافق عليه؟ بنتك هيا يا ابو هيا. بنتي هيا. انا اسف يا عم ابو مسامح اذا كنت يعني تجرعت في الكلام وطلبت. عموما الزواج قسمة ونصيب يا طويل العمر، وعلى كل يعني هذه رغبتي وانت ابوها وسمها. والله يا ولدي على ما ذكرت الزواج قسمه نصيب، لكن مسألة الموافقة النهائية في مهب عندي انا، انت تتخبر يعني الموافقة النهائية عند بنتي هيا بنفسها، اما المبدعية انا موافق منها الحين، لكن بسألك سؤال صريح وجاوبني عليه. أنت دوبك علوم اليوم. الله يطول عمرك. اتخبر يا حسين. أي. بنتي أكبر منك في العمر. أي. وش هي الدوافع اللي خلتك تطلب بنتي وهي أكبر منك؟ يا طول عمر أنا الحقيقة الحقيقة أنا يعني ما فكرت في السن أبداً. أي سن يا طويل العمر؟ أنا الحقيقة يزيدني شرف ونسب وارتفاع أني أطلب هيا وأكون يعني مقترن ونصير مقرونين يعني سوا يا طويل العمر. يعني تقصد من لفك ودورانك ذا وثعلبتك أنك ما عندك دوافع ثانية؟ يا طويل العمر يا عم ابو مسامح، انت مربيني ومحل الوالد وعارف وراي ومدوني، وبعدين لو كان يعني انا وراي دوافع الحقيقه انت عارفها. انا صريح يا عم ابو مسامح، صريح ما عندي لف. اجل وانا ابوك اجل الموضوع هذا هالحين، بعدين نتبحث فيه. انا عندي اجتماع ودي اروح احضره قبل اتاخر عليه، وانت خلك هنا
تبي تجينا مكالمة تلفونية مهمة جدا جدا جدا. أبشر. بخصوص طلبية الورق اللي طلبها قصيرنا صالح. صالح. وبيك ترد عليها وتأخذ كافة المعلومات. المعلومات إن شاء الله يطلبها. لا وصيك يا أبو علي. مستعدين يا عم أبو سامح، مستعدين. مع السلامة. مع السلامة. والله اللي طبيت وما حد سمع عليك يا ابو علي. ان حصلت هيا فهو زين على زين. اختي في بيته وبنته في بيتي ونلعب على الحبلين الموت. في طريقة تفريش أسنانك. ساسو داينوريش الجديد يدعم الأسنان ويقويها باستخدام مستخلصات طبيعية لإحساس عالي بالنظافة. استثمر في صحة أسنانك. باباي يوميا الخامسة مساء على قناة ذكريات. السياحة هنا عندنا في السعودية أحسن من برا. موسم الصيف لهذا العام بدأ موسما حافلا بالنشاط والانتعاش والحيوية. في جنوب المملكة مصيفنا يا مشاهد زورنا شرفنا زورنا في موسم الصيف. تتميز منطقة الأحساء بمزارعها الفسيحة والجميلة. طيبك جاوز كل حدود. اشتهرت بالعلم والأدب، إضافة إلى ذلك اشتهرت كواحة للنخيل. الصيف والناس الأربعاء 11 مساء على قناة ذكريات. كلامك الحلو نساني اخوي حمد اللي قاعد ينطرني عند الدكتور محمد. الله يسلمك ويعافيك، والله انك ريحتي قلبي بهالزياره اللطيفه. وعلى فكره ارجوك رجاء حار تشكري الاخ صالح على هديته اللطيفه. تصوري باقه الورد اللي ارسلها لي صالح، حسيت بقيمتها المعنويه. يوه الخافي على تعظم المدح اللي اسمعه بنفسي كل يوم يصيح اذنك كل يوم. الله يسلمه، أنا ما راح أنسى معروفة أبد لأن أنقذ حياتي من الخطر ذاك اليوم اللي أسعفني فيه، وهذا جميل يطوق رقبتي. بالعكس هذا واجب وما بيننا جمايل، قصدي أقول خاصة اللي يسويه أخوي صالح لأنه يسويه بدوافع غريبة يمكن تكون مفتاح المستقبل. ايش قصدك يا نورة؟ قصدي اقول الله يكتب اللي فيه الخير، ان شاء الله رح تسمعني اللي انا اعني بنفسي من صالح. وانا رايي انك تاخذ مخططاتك هذا الواحد الثاني. ليش؟ لا ليش ولا يحزنون يا عبد الله، لان انا وماجد ما عندنا وقت نضيع بكلام فاضي، ما عندنا استعداد نقدر نعمل مخططات لمشاريع ما راح يوصلها البنيان ولا الطرق الا بعد 20 سنه. يا حمد يا حمد، انت ليش طبعك غريب؟ خذ مني المشروع وانتفع فيه. يا سلام
يا سلام، تبغاني اساعدك على غش المساهمين يا عبد الله وترشيني؟ غش ارشيك؟ طبعا اجل. وش معنات كلامك؟ ها تكلم يا حمد. يا حمد انا ما ابغاك تسوي لي عمل ببلاش، انا مستعد ادفع لك 15% زياده عن السوق. وانا اقول لك يا عبد الله حركاتك دي بطلها وتوكل على الله، فاهم ولا لا؟ حركات؟ ايه حركات؟ يعني ايش معنى تبغى تدفع لي 15% زياده؟ سواد عيوني يا عبد الله؟ ابدا، مش غير قريب لي وابغى نفعك بس. وهذا هو هدفك النبيل يا اخ عبد الله؟ يا حمد، يا حمد ما ينفع معك الطيب ابد. كمان تسمي طيب؟ يا حبيبي عليك. شوف يا عبد الله، انا انسان اذا ما اقتنعت في شيء ما اسويه، فاهم ولا لا؟ فالله يرضى عليك تاخذ مخططاتك اللي معك وتتوكل على الله. حمد، انت ليش بتحاول تقلل من شأني وقيمتي عندك؟ وانت ليش تعتقد اني لازم احط لك شأن وقيمة عندي علشان عندك فلوس؟ اذا كنت تعتقد كذا يا عبد الله فانت غلطان، لان كل فلوسك دي ما تهمني، فاهم ولا لا؟ انت ليش كل ما كلمتك باي شيء تقول لي فلوس فلوس فلوس؟ انت ليش معقد من اصحاب الفلوس؟ انا ماني معقد من اصحاب الفلوس ولا شيء يا عبد الله، انا معقد من الناس اللي تبغى تفرض نفسها من خلال فلوسها، فاهم ولا لا يا عبد الله؟ افرض نفسي وشلون؟ تبغاني اشرح لك بالعريض يعني؟ ايه. شوف يا عبد الله، حضرتك الان عارض على صالح انك تمول له مشروعه وتساهم معه فيه بشرط انه يزوجك اختي نوره، صح ولا لا؟ وراك ساكت، تكلم يا اخي، قل الحق لو مره واحده في حياتك، خليك ادمي لو مره واحده بس. ولنفرض ان هذا صحيح، وش فيها يعني؟ كمان يقول لي وش فيها؟ فيها قله ادب وقله ذوق ونتانه وقله حياة. بعدين شوف يا عبد الله، انا ما عاد اسمح لك تتكلم في الموضوع هذا ثاني، فاهم ولا لا؟ تفضل مع السلامة. يلا يلا امش مع السلامة. يلا ولا كلام فاضي. يلا والآن يا نورة أبغى رايس بصراحة بعد ما شفت الحي. ما دام أنك اخترت وانتهيت. صحيح أنا اخترت، لكن ما أعلنت اختياري يعني، يعني تركت فرصة للنقاش. مع منو؟ مع حسنتي بالذات، وإحنا تعودنا نكون صريحين مع بعض. أخاف تزعل مني. أبداً أبداً، أنا لو بزعل منك كان ما أرسلت تشوفينا وكان ما سألت رايت. بعدين رايت مهم بالنسبة لي لسببين، السبب الأول إنها بتكون زوجة أخوك، والسبب الثاني انك بتعيشين انت وياها تحت سقف واحد. الله يوفقك. ما هو بهذا الجواب اللي ابغاه يا نورة. الحقيقه المده اللي قعدتها مع هيا كانت مده قصيره، بس هيا سنه رقيقه وهاديه. بس وش لكن بس؟ بس ممكن اخوي صالح يشوف اجمل منها. هذا صحيح، لكن الجمال ما هو كل شيء. صحيح انه عنصر جذاب بس بيزول مع الزمن. المهم جوهر الانسان، لان العلاقات الزوجيه قائمه عليه. والسم نوره، انت الحقيقه بتحرجيني وتسالين اكثر من اللازم، انما معلش انا اجاوبك بكل صراحه. السن موضوع بسيط، الإنسان ممكن يتجاوز عنه إذا حب البنت أو الحرمة أو حب أهلها، وبعدين أنا لي أسبابي يعني. خلاص اللي تشوفه. يعني هذا برضو جواب مو مقنع، لأنه هذه أجوبة مبتورة، والأجوبة المبتورة بتقتلني يا نورة، تقتلني قتل. ولا يهمك يا صالح، ما دام إنك حبيتها فأنا راح أحبها أكثر منك.
وراح احطها في عيوني وقلبي من داخل، كله عشان خاطر اخوي صالح. صحيح يا نوره. إيه؟ الحقيقه هذا املي فيك، بس في موضوع شوي مقلقني وشاغلني. شنو هو؟ منيره زوجة ابوها وعبدالله ولد خالتي نموذج عنهم يا ماجد. ولا تنسى يا حمد العلاقات الإنسانية، وانت شاب مثقف، من المفروض تكون عنصر فاعل مو عنصر منفعل، ولا ما هناك فرق بينك وبين غيرك؟ العلاقات الإنسانية، العلاقات الإنسانية، للأسف يا ماجد العلاقات الإنسانية صارت اسم بلا مسمى، لأن إحنا نعيش عصر مادي مميت. لا لا يا حمد، لا تكلمني من خلال شروط الممولين لمشروع صالح. يا حمد كلمني بتجرد. ماجد، أنا إنسان اجتماعي، وبحكم هالصفة لازم أعاشر الناس على كل على كيفه، لكن لا تطلب مني إني أصير نصف ملاك. عبد الله ولد خالتي ما دخل مزاجي ولا هو بداخلها أبدا. شطحاتك الفكرية ما لها واقع محسوس، كلام بس، والسبب واضح. انت الحين تعيش دوامة اخوك صالح يا حمد. اوه عودنا فيها. ارجوك يا ماجد اتركني من هالكلام الفاضي، انا بصراحة خلاص راسي يبغى ينفجر. لا تزعل يا حمد من النقد، خل صدرك وسيع وجاوبني على سؤالي. تفضل. افرض يا اخي انك سافرت البلد، اي بلد كانت، ونزلت في المطار وجاك واحد من الشيالين وسرق منك شنطة، ايش تقول يا حمد؟ قصدك يعني حقول ان البلد كلهم حرامية؟ لا يا لو قلت كل اهل البلد حرامية كان تعميمك كان فاسد وغلط، لانه اللي سرق الشنطة واحد، تكون سعادتك اتهمت اهل البلد كلهم بانهم لصوص، يكون هذا تعميم فاسد في علم المنطق. منطق ما منطق انا ما اعرف. شوف يا ماجد، عبد الله ولد خالتي وجهة نظري صريحة فيه 100%، عبد الله انسان انتهازي وانا لا يمكن اقبله ولا باي شكل من الاشكال. وانا يا بنيتي ما تعودت من صغير الصراحة، وحسين يعتبر ولدنا ما هو بغريب عنا. اعتقد المكان والموقف اللي انا فيه ما يسمح لي اعطيك رد صريح في تقرير مصيري. انا اسف يا بنيتي، الحقيقة ما خطر في بالي اني افاتحس بالموضوع، لكن قلت من باب التسلية اخذ واعطي ما عاد فيه. ايه على العموم مهي غريبة اني اسمع منك هالعروض السطحية اللي مثل هذه. وش قصدك بالعروض السطحية يا بنيتي؟ اقصد يبا انت متمسك فيني طول المدة اللي راحت، وكل من يوتخ وتقدم لي ويبي يخطبني كنت ارفضه بدون لا تاخذ رايي فيه. ايه الحقيقة، وانا بوسي هيا السبب في اعتذاري للناس اللي سبق وتقدموا لك وخطبوك هو اصرارك على عدم الزواج، اما موافقتي المبدعية لحسين لا تعني الموافقة النهائية والاولية، لا الموافقة النهائية والاولية عندك انت وانا بوت، وعلشان كذا انا جيت اخذ رايك في الموضوع. طبعا راي الرفض يكفيني من حسين اخته اللي خذتك مني، حبك لها هو اللي خلاني احبها واعتبرها الصديقة الوفية لي. ما بياخذ اخوها حسين علشان لا تتزعزع محبتي لها. اجل وانا بوت مدام المسألة كذا اعتبري الموضوع انتهى. ايش فيك؟ وين سرحت حسين؟ فعلا انت ملاحظات وجيهه جدا جدا، من يوم طلعت في المستشفى وانا جالس ارستك واقلب في الامور. وش طلع معك؟
ولا شيء. الأمر فعلا غريب ولا يمكن يصير. إيه مجرد ملاحظات عابرة، لكن وجود أخت نورة عندها اليوم هو اللي خلاني أشك في الأمر أو ألاحظ. ليش؟ إيه نورة زارتها في المستشفى اليوم. إيه هي قالت لي إن نورة كانت عندها قبل لقيها بشوي. يا بنت الحلال، أولا صالح هذا رجل أعمال ومركز زين واجتماعي مرموق وهذا، وبعدين ما أعتقد إنه يعني في حاجة نسب ولا حسب عشان يعلم من قيمته. إيش قصدك؟ ما فهمت. مش مهم. ثانيا اهتمام هيا وزيارة نورة لها في المستشفى واهتمامها بشكلها الواضح مثل ما قلت عشانها تبي تزورها، أعتقد إن هذا يعني موضوع كل بنت، ما أعتقد إنه يدل على شيء. لا مهم من عادة هيا إنها تهتم بشكلها بالشكل الواضح هذا. برضو مش مهم، أهم حاجة إن صالح شاب مثقف ومستقيم وواعي ورجل أعمال محبوب وكل الناس تحبه، ولو كان عنده نية زواج كان بنات الناس واجد. بعدين بقول الشيء، هيا ما فيها المواصفات المطلوبة الواحد مثل صالح. صحيح معك حق يا حسين. فيه احتمال واحد يا منيرة وأنا أستبعده. شنو هالاحتمال؟ الفلوس يا منيرة، الفلوس. الهدف اللي نشنت عليه نشن عليه صالح. نشنت عليه؟ ايه فلوس يا منيرة، فلوس يا منيرة ترفع نفوس. شوفي صالح مثلا هذا على مكانته الاجتماعية المرموقة هذه، شو يدور من وراها هي غير فلوس؟ ها؟ مدام يا حسين هذا هدفك فأنا شلت يدي من الموضوع. ها ليش؟ شو السبب؟ لأني يا أخي العزيز أعتبر هي من اليوم مثل أختي. زين وأنا بعد أخوك حسين طير شلوة. لكنك شفت نفسك نيرة. أشوف إيش قمت تفترين عليها اليومين. لا والله يا بعد روحي وبعد قلبي لا أفترى عليك ولا تفترى علي، بس إحنا كنا على خط واحد وقلب واحد. أشوفك تغيرت وتبي تلهف لنفسك وبس. فهمت قصدك. عموما ما أنا بحريص على هيا، أنا هو هدف إن رميته وجاب المطلوب زين على زين، وإن ما رميته بنات الناس واجد. أهم شيء يا منيرة أنا وإنتي على قلب واحد. النشطة يسهر طوال الليل ليرسم القمر. الطير عند الصباح يزقزق بصوته الصباح للشمس تشرق. هيدا صوت الريح. لا 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 إلى اللقاء. ملاعب الصغار يوميا الرابعة مساء على قناة ذكريات. القلق يعني صنو الإنسان. قلق ده قاتل قاتل يا عبد العزيز. القلق هذا شل قدراتك الذهنية. الحياة هو أساس الإنسان السوي. يا رجال هذه معاملة سريعة وخفيفة. الحياء لباس سابق وحجاب واقع وستر من العين. خذها ما بيها حلال عليك. خذها. فن التمثيل فن علاجي للممثل. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. نفوس ودروس السبت 11 مساء على قناة ذكريات. الدافع الوحيد اللي خلى حسين يزوج أخته منيرة لبو مسامح.
والإنسان لهذا تصرفه بالحياة وهذه مبادئه وأهدافه إنسان تافه ولا يستحق إنك تحسب له حساب. الحقيقة هذا ما خطر في بالي أبدا. الشيء اللي أنا قصدته إنه منيرة يمكن يكون لها تأثير على عم أبو مسامح، وطبعا عدم معرفتي بنفسيتها ونظرتها للحياة صراحة يجعلني قلق شوي. لا، ما أظن أن يكون لها أي دور في موضوع زواجك من هي، إلا إذا كنت أنا ما فهمت قصدك. يعني يا نورة بصراحة ما تتصورين أن بيكون لها دور تخريبي بتأثيرها على أبوها؟ تخريبي؟ يعني أنت خايف أن أبوها يرفض؟ لا، مو بهذا القصد. يعني أنا أقول شلون أنه هي مريضة ومتوترة وما تستحمل أي نرفزة، فمنيرة لو كانت مشاكسة يمكن سبب لها مضاعفات جديدة. لا لا، ما أظنها أنها من هالنوع. بعدين ما أقدر أحكم عليها. أي طيب، أنت يا نورة تعرفينها من أول؟ يعني من مبطي تعرفينها شيء؟ أي كنا في مدرسة واحدة من زمان. أي وكيف كان وضعها؟ كانت من أوائل في الفصل، كانت ذكية ونبيها وهادية، بس كان يبدو عليها الحرمان. طيب يا قولي لي، يعني ليش تركت الدراسة؟ خبري، هدت دراسة يوم توفت أمها وظلت وحيدة مع أخوها، وهو اللي خلاها تهد دراستها. طيب أبوها؟ أبوها تزوج غير أمها. تعب تسبى الأسئلة شوية. الشاي إن شاء الله الحين أجيبك. اللي خلى حسين يزوج اخته منيره من ابو مسامح، والانسان اللي هذا تصرفه بالحياه وهذه اهدافه ومبادئه انسان تافه ولا يستحق انك تحسب له حساب. السلام عليكم. انت ارسلت لي طال عمرك؟ هلا حسين. هلا عم بمسامح. انعم، استرح يا وليدي. شكرا. يا الله، سم طال عمرك سم. الحقيقة يا وليدي انت رجال، ما انت بغريب عنا، والصراحة الواضحة بيننا دائما هي المقدمة. بنتي هيا استغربت طلبك يدها. والسبب يا طويل العمر؟ تقول انا اعتبر حسين ومنيرة مثل اخواني، يعني مثل اخوانها في البيت، فلا يمكن تقول اقدر اغير هالمشاعر لهم. الحقيقة يا طويل العمر مشاعر طيبة، وأنا في الحقيقة أشكرها على هالمشاعر، والحقيقة أن الكلام هذا أخجلني يا طويل العمر، ويعني وأرجوك أنك تتأسف لي منها. لا 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 يا وليدي، ما في داعي للعسف، والله يتبر إن شاء الله المحبة والمودة بين الجميع إن شاء الله. قمها الحين لو سمحت، أبيك تروح معي للمستشفى نطلع هيا منه بسرعة على بال ما أكلم الدكتور وخليه يجهزها. ان شاء الله. بسم الله. هذا المستشفى. أوه.
هلو هلو يا هلا دكتور محمد، مساك الله بالخير، وشلونك يبا؟ لا انا ابو مسامح. اي الحقيقه هي تخطور، انا عاجز عن الشكر، الله يسلمك. لا الحقيقه انك ما قصرت. لا ما عليك زود يا دكتور سم. لا والله جايين ان شاء الله نبي ناخذ هيا للبيت. اي الله يتأثر من امثالك يا تخطور، عز الله انك ما قصرت وانا شاكر من فضلك. اي نعم تبي تجيني انت؟ منهم انت وجارنا صالح؟ يا هلا والله سهلة، ابرك السعاد، الله يحييكم. اي هذه فرصة كبيرة نشكر عليها جارنا صالح. اي والله لا بشكره على معروفة اللي سواه معنا يا وليدي. اي سم متى ان شاء الله نحتريكم بالدار؟ عقب صلاة العشاء ان شاء الله. خلاص اجلنا بصير قدامكم هناك. اي ان شاء الله يا هلا والله وسهلا، الله يحييكم. اي مع السلامة. هلا هلا والله. الو اهلا اهلا الدكتور محمد صح؟ اهلا وسهلا والف مرحبا يا اخي، انا شاكر مساعيك وان شاء الله نخدمك في الافراح. نعم لا يا دكتور استحملني، يعني اذا ما فهمت معليش. بعد صلاة العشاء يعني الموعد بعد صلاة العشاء؟ طيب بس لي رجاء يا دكتور لو سمحت، يعني لو سمح اسمح لي ابى اقول لي رجاء يا دكتور. شكرا. لا ابى اقول انا يعني رجاء اذا سمحت لك الظروف، ايوه اذا سمحت لك الظروف تكون معي، شيء يشرفني ضروري اذا انا عارف انك دكتور واقول لك معليش، انا بقول اذا سمحت لك الظروف. طيب خلاص، ومعقول انسى موعد زي هذا؟ خلاص بعد العشاء ان شاء الله، مع السلامه. شكرا يا دكتور. شكرا. خلاص يا ابو صلوح اذا عزمت فتوكل. يا ابو حميد تترصد لي انت، تترصد لي، تترصد لي. طف عليك. الله يا صالح، اهلا وسهلا، اسفرت وانورت. هلا هلا والله بولدي، هلا بعمل، حياكم الله. هلا تفضل، الله يحييكم، هذه والله الساعه المباركه، تفضلوا حياكم الله. يا هلا يا هلا وسهلا، بالسنه عيدين وهذا الثالث يا صالح، حياكم الله. يا هلا الله يسلمك. ها وراكم لحالكم، وين التخطوره؟ ما هو وعدني بيجي معكم. هذا اللي طال عمرك ودعنا نتاخر عليك شوي لانه اعتذر، يقول ما يقدر يجي، اظن عندهم عمليه في المستشفى. الله يكون بالعون، هات تخاطر هذول ما هم يفضون ابدا. الله
حياكم الله. هلا والله بحمد. الله يبارك فيك. هلا هلا يا ولدي. عن ابنكم بقوم بالواجب. ها البيت بيتكم. هلا هلا والله وسهلا. حياكم الله. بسم الله يا رب سترك. مبروك يا حي. الله يبارك فيك يا يبا. بسم الله. الحقيقة يا بنيتي أنا تملك مشاعري السعادة في هالخبر السار جدا جدا اللي هو خبر قبولة الزواج من صالح. أرجوك يبا إذا كان هناك أي تعليق على الموضوع وضح لي. ابدا يا بنيتي بالعكس انا تهمني سعادة تسمع الانسان اللي تختارينه انت بنفسك. انزين قولي شنو رايك باختيار صالح؟ ان شاء الله ان شاء الله يا بنيتي انه اختيار موفق. صالح سمت. مبروك يا وليدي. الله يبارك فيك يا خال. الله يبارك فيك. طول عمرك. الله يبارك فيك. جعل منك المال ومن هالعيال ان شاء الله. الحقيقه يا خال انا عاجز عن التعبير لان الحقيقه فزت بالبنت وفزت بالحسب والنسب. الله لا يعدمني اياك. هذه والله الساعه المباركه. طول عمرك. تفضل. مبروك يا عمو مسامح. الله يبارك فيك يا وليدي.